احنا هنسيب ملف سيناء وما يحدث في سيناء ونروح لموضوع تاني كان يمكن اليومين اللي فاتوا كان اثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. اجهزة الامن النهاردة اتوصلت للمتهمين بسرقة 15,000 بطارية محمول خاص بالموبايل المصري المعروف بسيكو، المنتج المصري الخالص. المتهمين عددهم 7 زي ما انتم شايفينهم كده، معلش طبعا لظروف يعني مهنيه الصوره بتتغطى، ويعني ممكن يبقى في يا ترى هم مين وايه دوافعهم وازاي تم القاء القبض عليهم. معايا للمزيد من التفاصيل استاذ محمد سيف محرر الشؤون الامنيه بجريده الوطن. استاذ محمد الف شكر على المشاركه، يا ترى في تفاصيل هذا الموضوع ممكن تقول لنا ايه؟ شكرا لحضرتك يا استاذ معتز، سعداء ان احنا موجودين مع شكراً حضرتك. شكرا. بالفعل وزاره الداخليه النهارده اعلنت بشكل رسمي عن القبض على عصابه، وقالت في البيان الصادر عنها ان العصابه دي بالفعل هم المتورطين في الهجوم المسلح اللي نفذوه على السياره اللي كانت بتقل وتحمل ال 15,000 بطاريه الخاصه باول محمول مصري. والداخلية قالت بشكل قاطع ان العصابة دي كانت دوافعها جنائية اجرامية، وان هم كانوا بيمارسوا نشاطهم الاجرامي في السطو على المسروقات، ونشاطهم بشكل عشوائي يعني دون استهداف تلك السيارة بشكل معين او بشكل هم طالعين يعني بيشوفوا كده بيبحثوا. يا ترى السرقة نفسها يا استاذ سيف حصلت ازاي؟ الداخلية أكدت إن المتهمين الست أفراد اللي تشكيل العصابة هو 7، اللي نفذوا الهجوم كانوا 6 أفراد في سيارتين ملاكي، وكانوا طالعين لممارسة نشاطهم الإجرامي على طريق أسيوط الإقليمي. وبالفعل أول ما شافوا السيارة بشكل عشوائي هجموا على السيارة وتمكنوا من شل حركة سائقها واستولوا على المسروقات. وكانت المسروقات دي كلها تم بيعها لصاحب مكتب توريدات، وده كان أول واحد ألقت المباحث القبض عليه، وكان بقبضه انفرط عقد الجريمة والكشف على التشكيل العصابي اللي هو نفذ الجريمة. وهو الراجل المتهم الأول صاحب مكتب التوريدات قال في قدام المباحث إن هو اشترى اللي حصل على المضبوطات وعلى البطاريات من افراد العصابه وارشد عنهم، وسقط المتهمون تباعا في هذه المباحث. الشاهد من كده هل السواق تفتكر يا محمد السواق اللي كان يعني محمل الحاجه دي في العربيه كان له اي دور يعني؟ لا لا لا، السائق ده نجني عليه ولا ضحية تامة، لم يكن يعرف ولا وضحية، تعرض للاعتداء من جانب المتهمين وتقييد حركته واستولوا على تلك البضائع بالقوة، وده ثابت من تحيات المباحث، وده يؤكد ان الداخلية كشفت الجريمة بكل حيادية، وان ده فريق عصابة مسلحة لها أغراض جنائية من قطاع الطريق زي على طريقة قطاع الطريق، واللي يجي في سكتهم بقى يعني ايه يسرقوا. طب اذا احنا عندنا 6 من افراد العصابة اضافة الى الشخص المتهم الاول اللي هو اشترى المسروقات، ويعني ايه هم قيد التحقيقات الى ان يعني تقول النيابه حاليا يا استاذ معتز بتحقق مع المتهمين بتهم السطو المسلح وحيازه اسلحه ناريه والاستيلاء على وهنتابع البضائع هنشوف قرار النيابه ايه وهنتابع مع حضرتك اكيد لو في اي جديد. بشكرك جدا على هذه المشاركه الاستاذ محمد سيف محرر الشؤون الامنيه في جريده الوطن. ولمزيد من التفاصيل برضو انضم لي دلوقتي الاستاذ محمد عبد العظيم وهو مدير تسويق شركه سيكو اللي هو المحمول المصري الجديد. اهلا بيك استاذ محمد، مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا، يا ريت تقول لنا موقفكم ايه دلوقتي بعد ما تعرضتم للسرقه دي.
بصراحة احنا من أول يوم حصلت فيه الوقعة في السرقة واحنا كان عندنا ثقة كاملة في وزارة الداخلية والنيابة العامة وجميع الجهات الشركة في التحقيق إن هي هتوصل للجناه وإن الموضوع موضوع وقت، ويمكن ده بالفعل الحمد لله اللي حصل في ظروف يعني في ظرف أيام كان تم القبض على التشكيل العصابي اللي قام بالعمليات السرقة. وقاموا يمكن بسرعه شديده واستجابتهم كانت لا انا عارف المعلومات دي، انا عايز اقول يعني الموضوع ده اكيد عطل مساله التسويق وطرح هذا المنتج المصري في الاسواق. هتعملوا ايه عشان تبتدوا ترجعوا تطرحوه مره تانية؟ احنا عندنا التزام كامل قدام عملائنا بان احنا ننزل ان شاء الله في التوقيت اللي تم اعلانه وهو في النص الثاني من يناير باذن الله ان شاء الله بالموديلات والمنتجات بتاعتنا، وكان في شحنات تانيه ان شاء الله داخله في المصنع قريب، فان شاء الله عمليات الانتاج مش هتتاخر في الطرحه في الاسواق باذن الله. هل استاذ محمد يعني سر لو قلت لنا هو تكلفته كام هتبقى في السوق؟ تكلفه التليفون؟ اه احنا عندنا موديلات مختلفه عشان تناسب طبيعه الاستخدامات المختلفه للمستخدمين للسمارت فون. عندنا في نبدا من اول 200 جنيه مرورا ب 1000 جنيه و850 جنيه و2000 جنيه لغايه اعلى موديل عندنا النايل اكس ب 4200 جنيه. ده اللي هو يمكن التوب اللي هو اغلى موديل. ده حاليا ودي الموديلات المبدئيه اللي هننزل نطرحها في الاسواق، ويمكن بعد كده ان شاء الله يكون في موديلات ثانيه بتغطي رينج اكبر من الموديلات. طب انتوا استلمتوا البطاريات اللي كانت اتسرقت ولا لسه؟ لا لا ده لسه احنا تم اختارنا في اجراءات القبض عليهم. دي مجرد اجراءات يعني. شكرا استاذ محمد عبد العظيم مدير التسويق بشركه سيكو اللي بتطرح لاول مره محمول مصري انتاج مصري خالص. ربنا معاهم وان شاء الله يحظى بالنجاح لما يطرح في الاسواق زي ما هم قالوا في النصف الثاني من شهر يناير اللي جاي 2018. كل التمنيات الطيبه ليهم بالنجاح.